إيش خيارات النشر المسموح للباحث إنه لما أنهى بحثه العلمي بده ينشر بحثه؟ وين بده يفكر دائما يروح يتجه مشان ينشر بحثه العلمي؟ وشو هي خيارات النشر؟ أما إنه يدخل المختبر أو يعمل سيرفي وينتج بحث علمي بنسميه المانسكريبت أو البيبرز أو الارتيكلز، بعد ما ينتهي منها دائما بيبحث عن جورنالز، مجلة علمية عالمية مصنفة مشان ينشر بحثه فيها. هذا الخيار رقم واحد. الخيار رقم اثنين الكونفرنسز اللي هي المؤتمرات العلمية العالمية اللي بتصير في الدول والجامعات كل فترة بإمكان الباحث ينشر فيها، بإمكانه ينشر من خلال إيش اسمه ريفيو أرتيكلز، أو إنه إذا ألف قام بتأليف كتاب إنه ينشره كبوك سيريز في هاي دور النشر العالمية. أشهر واحد فيهم طبعا اللي هو الجورنالز، وحكينا إنه في عندي عدد كبير جدا من المجلات، يعني في تقريبا 22,800 مجلة علمية عالمية مصنفة بإمكان الباحث ينشر فيها. أول إشي لازم يفكر فيه الباحث، هل في معك بادجت فلوس إنك تدفع أو لا؟ إذا أنت في عندك إمكانية إنك تدفع، دائماً بالخيارك الأول بده يكون هو الأوبن جورنالز، المجلات مفتوحة المصدر، اللي هي إنه الباحث اللي بده ينشر بحثه هو بده يدفع تكاليف النشر تتراوح من $100 إلى $11,000 حسب قيمة المجلة إيش بتطلب الفيز إلها. هاي بنسميها المجلات اللي بتأخذ فلوس من الباحث نفسه اللي بده ينشر بحثه بنسميها open journals. على العكس في نوع تاني من المجلات اللي هي اسمها closed journals، هاي الباحث ما بيدفع ولا قرش، ما بيدفع فيها ولا دولار، فقط بمجرد ما انه انهى البحث اللي فيه بينشره مجانا. طيب مين اللي بيقدر، مين اللي بيدفع للمجلات؟ المجلات لازم دائما تأخذ لها مصدر دخل، اما من الباحث نفسه بتكون open journals، أو من الشخص اللي بده يقرأ البحث وبنسميها الكلوز جورنال. من جديد من بدأت قصة كورونا وقبل كورونا فترة بسيطة دخل نوع ثالث من أنواع الجورنالز العلمية العالمية بنسميها الهايبريد جورنالز، اللي هي بإمكانها تكون أوبن أو كلوز مع بعضهم البعض، بمعنى إنه المجلة العلمية نفسها إذا الباحث في عنده بادجت فلوس يقدر يغطي التكاليف بتكون له أوبن أكسس، وإذا كانت كلوز أو إذا الباحث ما فيش عنده بادجت أو جامعته ما بتغطي التكاليف بدها تكون كلوز أكسس، فبتشتغل الأوبن وكلوز بنفس الوقت. هاي اللي هون النوع الجديد اللي هو الهايبرد جورنالز اللي بيحتوي على الكلوز أكسس بابليكيشن أو الأوبن أكسس بابليكيشن وبيكون فيها فيز إحنا بنسميه الـ ABS، فبتحتوي على النوعين بنفس الوقت. إيش الفروقات بيناتهم لما الواحد بده يفكر غير البادجت؟ يعني أنا مثلاً كباحث ليش أروح أنشر في الأوبن جورنال وأدفع التكاليف؟ لأنه سرعة معالجة البحث من قبل المجلة، من قبل الإديتور، من قبل الريفيور المحكمين بيكون سريع جداً. أنا مضطر أنشر بحثي بأسرع وقت ممكن، بروح أشوف الأوبن جورنالز لأنه عملية المجلات تعامل البحث بسرعة، الإديتور المسؤول عن المجلة بيقرأ البحث بسرعة، بيبعثه للمحكمين بأسرع ما يمكن، خلال من تقريبا من شهر لثلاث أشهر بيكون البحث العلمي منشور في مجلات الأوبن أكسس. على عكس الكلوز أكسس اللي الباحث ما بيدفع فيها ولا إشي بدها تتراوح من ثلاث أشهر إلى سنة. عشان هيك أنا في معي وقت بروح أفكر في الكلوز أكسس، ما فيش معي وقت بدي أنشر بحثي بأسرع ما يمكن بروح على الأوبن أكسس اللي هي بده يكون فيها دفع سواء كان بسيط أو مرتفع. هذا السكيم اللي ظهر أمامنا بيلخص لنا القصة كلها بالنسبة للمجلات. بنشوف إنه النشر في المجلات العلمية تنقسم المجلات إلى نوعين، أما أنها تكون معتمدة من قبل السكوبس وبالإضافة للآي إس آي الويب أوف ساينس، أو أنها تكون غير معتمدة من سكوبس وكلاريفيت أناليتكس الويب أوف ساينس، أو تكون مفترسة أو وهمية. في مجلات كتير وهمية ومفترسة، كل فترة بيطلع علينا عدد من المجلات اللي بيكون فيها زي هاكينج، بيأخذوا البحث العلمي اللي انت بعثته لهم وبينشروه هم باسمهم، ولكن هاي سرعان ما يتم اكتشافها. عشان هيك بنلاحظ انه كل فترة بيكون فينا عدد من المجلات الوهمية اللي بتأخذ الابحاث من الباحث على اساس انها بدها تنشرها وبتفترسها، او هي بتكون تقوم بعملية سرقة علمية للبحث وتنشره باسم باحث ثاني. هاي الابحاث او هاي المجلات ما بتخوف كتير، هم عددهم تقريباً 1600 مجلة، بشكل مستمر يتم إغلاقهم أول بأول، لما يتم اكتشاف المجلة
تغلق، فهي فترة وجودها ليس فترة طويلة جدا. عشان هيك الباحث إذا بده يتجنب المجلات الوهمية والمفترسة، مش راح أدور على مجلة مثلا أنا هلا بال 2021، مش راح أدور على مجلة تم إنشاء بال 2021 أو 2020، راح أدور على مجلات تم إنشائها قديمة، فهي بدها تدخل ضمن أنها مصنفة ضمن سكوبس أو غير مصنفة، ولكن أنا بتجنب مشكلة إنها مجلة وهمية أو مفترسة. المجلات سواء كانت تابعة إلى داخل قاعدة بيانات سكوبس وكلاريفيت أو إنها ليست تابعة، في إلها طريقتين: open access الباحث يدفع يقوم بدفع الأجور، أو close access الباحث لا يدفع أجورها، إنما من يقوم بقراءة البحث هو من يدفع الأجور، سواء كانت من ضمن قواعد بيانات سكوبس كلاريفيت أو ليست من ضمنها. هون هذا السكيم أو الفيجرز الأمامنا بتعمل لنا مقارنة بسيطة بين عدد المجلات اللي موجودة في قواعد البيانات، عدد المجلات اللي موجودة في قواعد البيانات. بنلاحظ إنه في عندي المجلات اللي موجودة ضمن قاعدة سكوبس اللي هي تابعة لألسيفير موجودة في هولندا وألمانيا، بنشوف إنه داخلها 22 ألف مجلة علمية عالمية، وهي هاي قاعدة البيانات سكوبس هي اللي بتصنف المجلات حسب قوتها لكيو 1 أقوى أنواع المجلات في التخصص، أضعف منها كيو 2، أضعف منها كيو 3، ثم كيو 4 اللي هي المجلات اللي بتكون تعتبر ضعيفة ولكن من ضمن قواعد البيانات. فأنت بدك تختار نوع المجلة سواء كان كيو 1 2 3 4 حسب قوة البحث العلمي اللي أنت أنتجته. إذا كان قوي وفي فكرة علمية جديدة بتروح تفكر تنشره في كيو 1 وكيو 2، لكن إذا كان في نوعا ما تكرار ما فيش فيه بنسميها الاد فاليو القوي، بفكر أروح أنشر في الكيو 3 والكيو 4. التقاطع اللي بين الجورنالز بيصير بين السكوبس والويب اوف ساينس التابعة لكلاريفيت أناليتكس اللي هي مصدرها أو موقعها في أمريكا، بنلاحظ أنه الويب اوف ساينس فيها 12500 مجلة. هذول المجلات مش مختلفين عن بعضهم البعض، إذا ناس بيفكر أنهم مختلفين، ال 12500 مجلة اللي موجودين من ضمن قاعدة بيانات الـ ISI هما نفسهم من ضمن ال 20000 اللي موجودين داخل قاعدة بيانات سكوبس، ففي تشابه وتقاطع بيناتهم. إيش الفروق بين سكوبس وويب أوف ساينس؟ الأكثر تعقيداً ودقة هي بتكون الويب أوف ساينس الـ ISI التابعة لكلاريفيت أناليتكس، اللي إنها بتعطي إشي اسمه الـ Impact Factor، معامل التأثير للمجلة. فالباحث قبل ما ينشر بحثه في المجلة بيكون عارف مدى سرعة المجلة، عارف مدى تكاليف الفيز، عارف مدى قوتها من خلال الإمباك فاكتور. على عكس السكوبس اللي بال 2016 طلعوا معامل تأثير جديد اسمه السايت سكور، إشي مشابه للإمباك فاكتور مشان يصنفوا المجلات من خلال قاعدة البيانات سكوبس. وكذلك هي قاعدة البيانات السكوبس هي اللي أعطت التصنيف العلمي للمجلات Q1, 2, 3, 4. أكيد ما تنسونا من دعمكم للقناة، شير، سبسكرايب ولايك للفيديو. Thank you.